بالنسبة لي أنا كامرأة اليوم وكمناضلة كنقول بأن المهم كنحيي نساء العالم كاملين، كنحيي المرأة المغربية وكذلك، إلا أنني هذا المحطة ديال 8 مارس أنا كنعتبرها واحد المحطة اللي هي التقييم، تقييم ديال المكاسب اللي احنا حققناها واللي احنا خاصنا مازال ندافعوا عليها ونحاولوا نحافظوا عليها، ولا كذلك يعني المطالب اللي احنا مازالين كنترجاو اننا نوصلوا لها ونحققوها ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه لي يعني كموظفه ديال الجماعه الترابيه فكنقول الموظفه بالقطاع ديال المراه بالقطاع ديال الجماعه الترابيه فهي يعني ماشي معزوله على باقي نساء المغرب يعني في مختلف في القطاعات، اكيد حتى هي كتعاني بعض المعاناه على مستوى يعني في مقرات العمل. اكيد كنقولوا بان كاين نساء العاملات او الموظفات بالجامعه الترابيه اللي هما كيتعرضوا كذلك للعنف، كيتعرضوا للتحرش، كيتعرضوا لمجموعه ديال يعني كاينه اكراهات، كاين ديال التهميش، ديال الضغوطات الى غير ذلك. وما نساوش بان حتى هما نساء، مثلاً حنا كنطالبوا باش المرأة بالجماعة الترابية هي تأخذ الحق ديالها يعني في مجموعة ديال الحقوق على مستوى يعني بلوغها يعني المراكز المسؤولية. نفس الوقت كاين واحد الميزة اللي هي أولا نقدروا نقولوا واحد المشكل اللي هو كتعاني منه المرأة داخل القطاع الجماعة الترابية، وهي أنها أحيانا كتكون تحت رحمة المسؤولين السياسيين. ما كيعنيش أننا باش ما نشوفوش غير نص الكاس الخاوي ونشوفوا نص الكاس العمر، أكيد يعني المرأة المغربية قطعات أشواط، يعني كاينين جمعيات نسائية من مناضلات مختلف التنظيمات اللي كيناضلوا من أجل يعني رفع الحيف والتهميش على المرأة المغربية. دونك هو كاين يعني كاين مكتسبات، ماشي غادي نكرو نقولوا ما كاينش مكتسبات، كاين مكتسبات، ولكن كاين مازال مجموعة ديال المطالب اللي حنا كنطمحوا أننا نزيدوا مازال نحققوها على مستوى التشريعات، على مستوى يعني مجموعة ديال يعني كاين مطالب كثيرة اللي مازال المرأة كتمنى أنها توصل لها ان شاء الله. والمراه خصها في الحقيقه يعني تنعم بالراحه، الراحه داخل البيت ديالها، في المجتمع، في مقرات العمل. دونك هذا علاش كنقول لك انا مازال كاين يعني مطالب اللي كنتمنوا انها تحقق في المستقبل ان شاء الله. طبعا انا كنتكلم على المراه بصفه عامه، واكيد المراه بالجماعه الترابيه فهي ليست معزوله يعني على باقي النساء هما ديال اللي. واهم حاجه انا كنطالب بها بعدا على مستوى يعني باش كنقول لك كاينه مطالب اللي حنا كنتمناوها تحقق، مثلا غير في اطار التوقيت المستمر داخل الادارات وداخل الجماعات الترابيه، النساء اللي كيجيو كيعطيو، وانت كتعرف ان المراه راه كتخدم بالنفس وبصدق يعني كتجي كتشتغل من الصباح حتى الوقت الخروج ديالها، وفي نفس الوقت راه كتقدر تكون ام مرضعه او كتخلي الابن ديالها مثلا واحد الهبيره كي كنقولوا في البيت بدون ما غادي يعني كتبقى ما مطمئناش. لو كان يكونوا ديكخاش ولا هذا في مقرات العمل وهذا غادي تكون المراه شي شويه مرتاحه من هذا الجانب. وكيف قلت لك يعني كاين بزاف ديال الامور اللي هي في الحقيقه كنطالبوا بها واللي كنتمناو انها تحقق. النشاط ديالنا اليوم اللي طبعا من تنظيم المكتب الجهوي للاتحاد النقابي عفوا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، واللي بتنسيق مع عاملات قطاع النسيج، العاملات في قطاع النسيج وعاملات النظافه في شركه المناوله، اللي يعني احنا هاد وطبعا الانعاش الوطني هاد النساء اللي تعاني والقهر والحقره والويل يعني جميع انواع يعني الحقره اللي كتمارس علينا في العمل والحقوق المهضومه وعدم يعني تمكيننا من التسويه ديال الوضعيه ديالنا. وحنا رغم اننا كنخدموا لسنوات في الادارات المغربيه ناهيك عن يعني ما نتعرض له من هجوم مع يعني بحكم اننا يعني في جميع الادارات المغربيه واللي كنتعرضوا للهجوم من طرف الناس اللي تيجيو مثلا المرتفقين اللي كيستخلصوا الاوراق او في المستشفيات او الى اخره، اللي ما يعني تتلوش القوانين الاداريه كنعانيو منهم، ولكن لا مسؤولين ولا حتى شي حد اللي تقدر انه يدافع عليك او لا يعني ياخذ لك حقك من ذاك المريض او لا من ذاك المواطن اللي جاي يقضي الامور ديالو. احنا اليوم هذا النشاط هذا جينا باش نقولوا هي هو نشاط لصرخه ماشي لاحتفال،
لصرخه نسائيه عماليه اللي يعني طالها التهميش، طالها يعني واحد الحاله اللي يعني مزريه. ما المراه شهاده الاجازه يعني المراه في الانعاش الوطني الاجازه ديال التوليد ما كتوفرش عليها الحق في يعني في الكونجي الاجازه ديال العام ما يعني ما عندهاش الحق. يعني واحد الحالات اللي تنعيشوا في غياب حقوق يعني اللي يعني ناخذوها كباقي الناس ديال الوظيفه العموميه. حفل وعرس تنظيمي وتنشيطي بالنسبة لمساندة المرأة اللي كتشتغل في الطبقة الهشة اللي هما حنا كعاملات نظافة. لا يعقل ونحن في القرن 21 أننا كنتقاضاو مبلغ 1200 درهم وبحرومات من التغطية الصحية، بحرومات من التقاعد، بحرومات من الأقدمية، وما كايناش التفاتة. اليوم جاو هاد الناس تيساندوا جميع عاملات النظافة اللي كيشتغلوا في الهشاشة، كنحييهم على هذه المبادره الوطنيه ديالهم، كنحيي المكتب الجهوي اللي ضم لنا الصوت ديالو والنساء اللي جات اليوم تدعمنا في هذا القطاع ديال الهشه، خاصه الاجيره، خاصه اللي كتشتغل في القطاع الهش، الوضعيه ديالها غير مستقره. كما قلت لك ما عندهاش لا صحه السلامه ولا اقدميه ولا حتى التقاعد ديالها، يعني كتشتغل بدون حقوق. فكنتمنوا المسؤولين على انهم يلتفتوا ويعطيو الاسبقيه والاولويه لهاد النساء اللي كيشتغلوا في قطاع النظافه، لان النظافه راه هي السيس والاساس كما معروف، راه النظافه هي كل شيء، راه بلا نظافه ما يمكنش الانسان يعيش. الوغ راه خص الناس تلتفت لهذا القطاع وتشوف من الجهه ديالو جميع القطاعات النظافه، راه ما كنقولش خاصه المؤسسات العموميه، راه كاع القطاعات النظافه معرضات للهشاشه ومعرضات للاستغلال والعبوديه. يعني مجردات من جميع الحقوق ديالها، فكنتمنى على انهم يلتفتوا لينا وينظروا لهذه المساله ويشوفوا من حل هذه الطبقه العامله. الاحتفال ب 8 مارس انا حقيقه انا لا احتفل به، لان مازال المراه ما خدتش الحق ديالها، لانني الا بغيت نحتفل انا بهذا العرس ديال 8 مارس خصني نكون واخده جميع الحقوق ديالي. راه كيمشي 8 مارس وكيجي 8 مارس، ولكن تتبقى المراه الشغيله البسيطه هي المراه البسيطه، لا تتقاضى الاجر ديالها ولا المستحقات ديالها. فكنتمنى ان تاخذ الحق ديالها عاد ممكن انني نحتفل. هذا اليوم راه ماشي حفل، راه كما قلت لك راه عرس تنظيمي ونضالي لمواكبه هذا الحدث اللي كتعرض ليه المراه العامله اللي كتقطع في اللي كتخدم في القطاع الهش. نحن اليوم نقدم صرخه، هو يوم احتفالي بمناسبة 8 مارس، وفي نفس الوقت يوم نضالي اللي كنقدموا فيه جميع انواع الاحتجاج ضد ما تتعرض له النساء العاملات بالنظافة والنسيج والإنعاش الوطني والعاملات الزراعيات اللي هما كينضلوا كيقدموا بزاف ومازال كيقدموا بزاف كنساء عاملات وكيتعرضوا لكل انواع الاضطهاد وكل وابشع انواع الاستغلال، وحنا هنايا باش نساندوهم وباش نقولوا بانه في هذا اليوم ديال 8 مارس هو ماشي فقط يوم نضالي اللي غنوزعوا فيه الورود على النساء، ولكن هو يوم نضالي واحتفالي اللي خصنا نواسيو فيه هاد النساء هادو، نقدموا لهم المساعده ديالنا ونكونوا بجنبهم وندافعوا معاهم على الحقوق ديالهم.